تؤكد الأحداث الجارية في اليمن أنه لا خيار أمام التحالف العربي والشرعية اليمنية بعد عام ونصف من العمليات العسكرية والتنسيق المشترك ضمن عاصفة الحزم سوى الاستمرار حتى استعادة البلاد بشكل كامل. فعلى الرغم من أن عدد من المحافظات ومنها العاصمة صنعاء لم تتحرر من سيطرة الانقلابيين بصورة كاملة حتى اللحظة، إلا أنه بات من المؤكد أن قوة الميليشيا الانقلابية باتت في حدودها الدنيا بعد الضربات القاسية والاستنزاف الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية، بما يمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من إنجاز معركة التحرير وتحقيق الانتصار الكامل والشامل، خاصة وأن العلاقات والمصير المشترك بين المملكة العربية السعودية واليمن يتعززان من وقت لآخر مع إصرار واضح على مواجهة وإسقاط مشروع إيران التخريبي المتمثل في الحركة الحوثية المسلحة التي تشكل خطرا مباشرا على الأمن القومي للبلدين. ويأتي خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين اليوم في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى ليؤكد هذا التلاحم وبشكل صريح وواضح، حيث شدد على أن أمن اليمن من أمن المملكة، وأن المملكة لن تقبل من أي دولة أو جهة أن تستهدف أمن المملكة ومحيطها الإقليمي. إن قيادة المملكة تدرك إذن حجم الخطر الإيراني وتدرك أهمية استعادة الدولة في اليمن، ويتجلى هذا الوعي والإدراك من خلال إصرارها على تمكين الشرعية في اليمن من خلال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الفوضى والخراب التي تمارسها الميليشيات الإنقلابية، سيما إذا وضعنا في الاعتبار أن هذا التأكيد الملكي على واحدية المصير بين اليمن والسعودية يأتي متزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد القوات السعودية الخاصة في اليمن العقيد عبد الله السهيان وكوكبة من رفاقه السعوديين والإماراتيين واليمنيين في جبهة ذوباب بالقرب من مضيق باب المندب، تزامن يحمل في طياته الكثير من الرسائل والدلالات تؤكد في مجملها الاستمرار على درب التضحية والانتصار للشهداء من خلال استكمال مشروع التحرير وبناء الدولة اليمنية الاتحادية القوية الواعية بدورها الوطني والمتكاملة مع جوارها الإقليمي.